إذا أنت واحد إلك على الوان شوت سنايبس أحلى تحية لإلك، وبرضو راحت عليك. اليوم راح نحكي عن فوندل وورزون ريسيرجنس وابديت سيزن 4 لهلأ شو الوضع. شباب صراحة أخذت وقتي وأنا بلعبها هاي الجيم، كنت مخطط أنزل فيديو أول، كنت متحمس أول ما تنزل قلت بعطي حالي 3 أيام بنزل هذا الفيديو، بس حسيت إنه عندي مشاعر مختلفة لفوندل وقلت خليني أعطيها وقت، عشان كان عندي نفس المشاعر اللي لما نزلوا أول مرة فورتشن سكيب بي وورزون 1 الريسيرجنس الماب الثانية، قلت خليني أعطيها وقت ألعبها أكثر شوي عشان أفهم شو وضع الماب لهلأ. أول سبب إنه الماب على الورق كيف مرسومة ألوانها كتير حلوة. السبب الثاني اللي هي طريقة اللعب وكيف بتلعب الجيم والجيم بلاي والجيم فلو والماب فلو، كيف الماب تتقدم وانت بتلعبها. كان في مشاكل بالدائرة والغاز كيف تبدأ وكيف كانت بتسكر، كانت تؤدي لمواقف كتير صعبة تفوز فيها وكتير خرا الموتات الصراحة، بيكون في واحد من فوق ومن تحت وبنطخ عليك من كل محل وما بتعرف من وين بتموت، وبتجبل الراتس انهم يكونوا راتس اكتر. يعني كسبيل مثال انت بدك تقطع الشارع، الغاز عم بتفشك من ورا خلينا نحكي، وبدك تقطع الشارع وتاخذ هاي العمارة، لازم تاخذ هاي العمارة عشان رح تعطيك هاي العمارة اكتر موقع استراتيجي بالموقف اللي انت فيه. حلو، تعرف انه في تيم موجود فيها وعم بتهاوش معه. اللي ما بتعرفه انه اول ما تدخل على هاي العمارة بتلاقي فيها اكشلي مش تيم واحد، تلاقي فيها ثلاث تيمات قاعدين كل واحد بطابق، والاشي اللي بيصدمك انه هدول الشباب قاعدين بنفس العمارة وما مش عم بيهاوشوا بعض، عرفت؟ فبتجبر الرات انهم يكونوا رات اكتر. كمان اشي انه في مرات بتنزل محلات بالماب بتكون فاضية ورواق، بتلوت على راحتك، بتروح بتجيب امورك، بتتكتك امورك، بتصف بتشفرق كاسة قهوة، بتروح الحمام، عرفت؟ ترجع بتضوي المروحة، تعيش حياتك وانت عم تلعب. بعدين بس تبلش تسكر، بتسكر بمحل بعيد وبتصفي، وانت عم توصل لهديك المنطقة بيكون فيها كل التيمز انحشروا وصفى عندك المواقف اللي هو عم بتهاوش أكتر من تيم بنفس الوقت، وهذا أكتر إشي بصعب الجيم عليك وبصعب إنك تجيب الفوز، إنه أنت تدق بأكتر من فايت بأكتر من تيم وكلهم بس عم بيطخوا عليك. رأيي الخاص الصراحة بعد الوقت اللي لعبته بالجيم وبعد أكمل باتش نزلوه بعد بأسبوع اللي هو صار منطقي أكتر كيف الغاز بيسكر. فحاليا أنا هلأ الصراحة شايفها شباب الماب كتير كتير حلوة، خيال انه انا من جمهور الناس اللي شايفها جد حلوة وشايف انه اللعب فيها كريسيرجنس كتير كتير ممتع. هلا في عندك اوليتها طبعا اول اسبوع قلت لا اذا هيك الماب راح تكون واضحة وهيك الجيم بلاي وهيك الماب فلو، الصراحة كتير كانت بوت فريندلي، لساتها شوي بوت فريندلي عشان طريقة كيف الطوابق وطريقة كيف الناس عم بيلعبوها هلا، بس كانت كتير زيادة عشان كان طريقة كيف بتسكر الماب تلعب ضدك أو ضد الناس اللي بيلعبوا مثلا زينا، أقل تكتيكي أكتر أجرسيف، أقل تكتيكي أكتر دعس على وجوه وكبس. هلأ ندخل على الحقائق. هلأ ندخل على الفاكتس. فوندل أكبر ريسيرجنس ماب نزلوها، فوندل برضو أول باتل رويال ماب صمموها بمدينة حضارية، انه بتلاقي عندك ما في كتير جبال فيها، ما في كتير مرتفعات، وبتلاقي فيها كتير عمارات وشوارع وزقق ومحلات وهيك شغلات، واكتر ما فيها بيوت بموقع محدد، فيها الارم سيستم على المحلات، يعني اذا انت مثلا بعمارة وفي محل تحت حدا كسر الشباك او دخل من الباب ببلش الالارم يرن، هيك بيعطي جو للجيم، وبنفس الوقت الناس اللي ما بيسمعوا زيي بيسمعوش كتير فوتستبس بواب وهيك اكيد بيكون تنبيه انه في حدا خش على العمارة وفي حدا هلا راح ينشخ عليه، غير هيك اكيد هو. من اهم الشغلات اللي جد أثرت على الجيم اللي هو الهيلث، كان 250 قبل بيبدأ معاك هيلث 100 ومن الأرمر بليتس بتزيد ل 150، هلأ صار بيبدأ الهيلث تبعك 150 وبيطلع الماكسيموم هيلث تبعك ده 300، فصار فيها التي تي كي أدى أنه التي تي كي صار أعلى بالجيم،
فعشان التي تي كي صار أعلى بالجيم صار في عنا أسلحة ومتاز إجداد. هلأ المتاز حاليا من كل الستريمرز ومن كل الناس اللي بيلعبوها في عندك اللاتشمن 556، هذا اللي بيطخ دغري، هذا اللي ريكويل متى، خلينا نحكي مش تي تي كي متى، إنه عيانك لما تبلش تطخ على واحد رح يكون ليزر. ثاني إشي الكرونين، مع إنه أكل النيرف وضعف الدامج تبعه وهيك، لسه من الأسلحة اللي بيسلخوا. وفي عندك التاك في على اول الجي جود كمان عالي، وانا المتا تبعي اللي هو الصراحه الام 4 للساتو عشان بحبه، من ناحيه انه حتى لو طلع لي عشانها كتير فيها كلوز كوارتر فايتنج او انه قتال شوارع خلينا نحكي قريب، الام 4 اذا ما كنت طايل الاس ام جي تبعي وكان بايدي بعرف انه اذا حدا طلع لي وبديت اطخ عليه من قبل وبقدر اسيطر على الريكويل تبعه انه انا راح انزله حتى لو معه اس ام جي. هلا يا جماعه الاسم جي متى الثاني اللي هو الايسو 45 اللي حكينا عنه بالفيديو اللي قبل، الصراحة هذا الاس ام جي مجرم، واذا انت لهلا مش ملفله ادخل اسحب حالك على الملتي بلاير او على بلندر ولفله هلا، انه لفله قبل مبارح. والمتى الثاني اللي هو انا بستعمله برضه اللي هو الام بي 5. من ناحية وور زون رانك ما لعبت كتير الصراحة اخر اسبوع 10 ايام عشان مركزين كتير على فوندل، بس لعبت أكم من جيم فيها وجبنا أكم من وين فيها وكانت برضو حلوة الصراحة، بس أكتر إشي فرق فيها اللي هو الستروغهولد بطل فيه بوتس وأخيرا بطل فيه الاي اي هدول اللي مرات بيكونوا أقوى من تيم أو بكتلوك وإنت بتهاوش تيم، وصار تقدر تكبس فريق عنده الستروغهولد وتاخذها منه وتاخذ اللود اوت تاعتك، ويصير اليو اي في تبع السترونج هولد اللي بيكون موجود فيها بيشتغل لصالحك. هذا الوضع الحالي لهلا. غير هيك لايك سبسكرايب اذا بتحبوا هيك محتوى، بعتوه لاصحابكم كثير بفيدك بفيدني بفيد كل حدا، ويلا يا هلا.